السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين والمتعلمين أينما كنتم، أسعد الله صباحكم في هذا اليوم الجميل. عدنا من أجل الاستمرار في الاشتغال على القصص والحكايات التي من خلالها ستتعلم اللغة الفرنسية قراءة نطقا وسماعا، وبالتالي كتابة مع المدة إن شاء الله. إذن إيجابية تعلم اللغة الفرنسية من خلال القصة والحكاية. اليوم إن شاء الله pour aujourd'hui on va prendre une autre histoire qui est d'origine vraie si vous voulez. C'est l'histoire de proverbe qui est célèbre, devenu célèbre par la suite. يعني واحد المثل اللي صبح شعبي اللي صبح مشهور مع المدة ومعروف، وقصة كانت تمت في مدينة بغداد اللي هي المعروفة بقصة حبل الكذب قصير. ليستوار ديال كما كنقولوا لا كورد دو مونسونج اي كورت. دونك نبدا القصة ديالنا. سيت استوار كما قلت لكم دائما شتو اش درتها اون غرا، يعني درتها بالبط العريض، درتها مكتوبه غليظه شويه. اش دائما في ما كنلقاها لا تنطق، كنضغمها شويه. سيت استوار، سيت استوار، هاد او ملي كنلقاها في الاخر حتى تكون لا تنطق، ها هي حتى هي درتها اون غرا. سيت استوار او اي نعاود نذكر كتنطق وا. سيت استوار رومونت يعني تعود، بغداد يعني تعود، يعني احداثها وقعت في مدينه بغداد. أونيراك بمدينة أو بدولة العراق. إل غاكونت كان ريش كوميرسون، تحكي قصة واحد تاجر غني، كوميرسون ريش. هاد السي إلا شتو هنا فيها هاد السي سي دي كتسمى، نقولو السي بالخريصة فيها واحد أولا خمسة صغيرة كما كيقول البعض منكم، باش نتفاداو ما نقولوش كوميركون، لأن كما قلنا سابقا السي ملي كتكون معاها أ كتبدل النطق ديالها كتوليك، يعني كنقولو كا، ولكن هنا باش ما نقولوش كوميرسون زدنا هاد السي اللي فيها خميسه كما كتقولوا نتوما سي سي دي، وباش ننطقوا النطق السليم اللي هو كومير سون. او ار كما قلت لكم دائما كتجيني في وسط الكلمه كتنطق ار، خصني نسمع ار ار بحال كنجر. ان ريش كوميرسون افي تي لا تنطق في الاخير، افي دو نومبرو سيرفيتور، نومبرو اكس اخر الكلمه لا تنطق، دو نومبرو سيرفيتور، يعني قصه واحد تاجر غني مدينة بغداد بالعراق اللي كان عنده العديد من الخدم او لا الاجراء كيخدموا معاه. ان جور اشنو وقع؟ في يوم من الايام لان دونتخو فولا ان ساك، هنا ا ملي كتكون متبوعه بالسي كتقرا اك صافي، الا كانت او كنقولوا اك، الا كانت اي كنقولوا ايك، فوالا. دونك لان دونتخو فولا ان ساك دارجون كونتونون 1000 دينار، يعني واحد النهار في يوم من الايام ان احد الاجراء ديالو او الخدم اللي كيشتغلوا معاه اشنو دار؟ سرق واحد الحقيبه ولا واحد السره ديال النقود اللي كان المبلغ ديالها هو 1000 دينار، 1000 دينار. سو كي بيرتوربا لو كوميرسون، يعني اثار لديه واحد النوع من القلق والتوتر، ولكن لم يكن قادرا على اتهام احدهم مباشره. كي بيرتوربا لو كوميرسون اي لانسيتا، دفعه لانسيتا وحفزه دفع ريفليشير لونغومون، يعني فكر طويلا او مليا بور تروفي ان مويان استوسيو، لكي يصل، فكر طويلا وفكر مليا ليصل الى حيلة يكشف من خلالها السارق. دو ديماسكي لو فولور، ديماسكي يعني يعريه، يكشفوا شكون هو يعرفوا. Et le alors une idée ingénieuse. Elle est توصل لواحد الفكرة عبقرية. شنو هي؟ ingénieuse. أنا كما قلت لكم في الدروس السابقة، حلقات السابقة، اسم اللي كتجيني entre deux voyelles هي أو مع أو، ما كتبقاش تنطق اس، كنقول كتنطق الصوت ز، كنقول ingénieuse. Il donna à chaque serviteur، يعني أعطى لكل أجير عنده، كل واحد من الخدم اللي كاينين عنده كيساعدوه في التجارة ديالو، اون كورد واحد الحبل، اون كورد دون لونغور، يعني الطول ديال هذا الحبل هذا دو 50 سنتيمتر، يعني الطول ديالها عطى لكل واحد فيهم، قدم لكل واحد من اجرائه حبلا طوله 50 سنتيمترا. هنا هاد 5 ما نركبوش خطا اللي كيرتكب بصفه عامه واللي هو شائع، ما كنقولوا 50 كنقولوا 50 50، هادي 1 50 سنتيمتر، 50 سنتيمتر. إلوغ دي، وقال لهم، أعطاهم لكل واحد منهم حبلا
طوله 50 سنتيمتر وقال لهم il leur dit que la corde du voleur s'allongera de 10 سنتيمتر. قال لهم ودي بان السارق اللي سرق النقود راه هذا الحبل اللي عطيتكم غدا ملي غترجعوا عندي راه غادي يكون الحبل ديالو تزاد واحد 10 سنتيمتر. اذا غنشوفوا التابع ديال القصه ديالنا وشنو وقع. اذا il alors voilà le lendemain يعني يوم الغد le lendemain matin il demanda à tous les serviteurs de se présenter individuellement avec leur corde. اليوم الموالي طلب من الاجراء ديالو والخدم ديالو باش كل واحد فيهم كل واحد منهم يتقدم بصفه شخصيه ومعه الحبل الذي اعطاه امس. Tous les serviteurs arrivèrent le matin. يعني كل اجراء وصلوا في اليوم الموالي او صباحا لمحل العمل او لمقر العمل صباحا avec leur corde d'origine يعني بالحبل اللي عطاهم التاجر او المشغل ديالهم. À l'exception à l'exception il y a استثناء باستثناء exception exception d'un d'entre eux يعني ما عدا واحد منهم dont la corde était plus courte de 10 cm. واحد فيهم فقط تقدم اليوم الموالي صباحا ولكن كان الحبل الذي ناوله مشغله ينقص 10 سنتيمترات. لو كوميرسون ديكوفري يعني هذا التاجر هذا اكتشف ديكوفري انسي كي ايتي لو فولور هكذا انسي هكذا ديكوفري انسي كي ايتي لو فولور اكتشف من هو السارق. Celui qui avait coupé 10 cm de la corde. يعني السارق خوفا من ان الحبل ديالو يطول 10 سنتيمتر كما قال لهم سابقا ماذا فعل؟ قام بقص 10 سنتيمترات من الحبل الذي سلمه مشغله. Donc il a coupé, il avait coupé 10 cm de la corde qui lui avait donné. يعني الحبل الذي اعطاه. Pensant qu'il s'allongerait effectivement 2 سنتيمتر لانه في اعتقاده هذاك السارق بان لا نقص 10 سنتيمتر من الحبل غدا ملي غادي ينوض بعد الغد يعني غدا سوف يطول الحبل ب 10 سنتيمترات وبالتالي لن يكتشف سره مشغله المشغل يكتشف سره. فوالا الوغ سي كوم لو كوميرسون لافي انونسي يعني كما قال قال لهم بان الحبل غادي يتزاد اكسيتا. دوبي لوغ سيت ماكسيم يعني منذ تلك الفتره أو لا على مر التاريخ بقيت هذه الحكمة سيت ماكسيم سي ريبوندو هذه الحكمة أو لا هذا الدرس في الحياة سي ريبوندو انتشر شاع بشكل كبير ولا زال مستعملا وهي حبل الكذب قصير لا كورد دو مونسونج اي كورت. دونك إلى هنا أعزائي المتابعين والمتابعات والمتعلمين بصفة عامة يكون القصة ديالنا قد انتهت. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بها. إلى عجبتكم ما تنساوش تعبرونا على الاعجاب ديالكم خليو التعليق ديالكم نخرطوا في القناه ديالنا جميع كما كنسميوها جميعا في القناه الدراسي في النجاح الدراسي والمهني. والى قصه لاحقه ودائما القصص ديالنا كتكون موراها درس وعبره اللي كتعطينا درس في الحياه. شكرا لكم على حسن الانصات مجددا والى حلقه قادمه ان شاء الله او درس لاحق او حكايه او قصه.